والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خطوط القرارات التحريرية والحلقة الأخيرة. طبعا قلت لكم هاي السلسلة بتكون قصيرة سريعة خفيفة حلوة مرة ما فيها وايد. وصلنا لمرحلة اوكي، يعني انا حطيت باقي القرارات وتريت كم يوم وسويت مطاعم شوي زيادة وهاي الامور. في حد قال لي ان الخدمات وايد قريبة من بعض يأثر، لكن اشوفهم في اوقات الذروة ترى فيهم زحمة، بس يمكن ان عندنا وايد خدمات مقارنة في عدد الركاب اللي هو مش كثير. انا اشوفه يمكن عندنا هذا اللي مسوي عندنا شوي زحمة، لان هني شوفوا حطيت خدمات عند الفي اي بي وسعت المكان، لكنهم ميو حتى ما في زحمة على التذاكر. يعني معنا عندنا وايد قطارات، فتحنا كل القطارات، فتحنا كل شيء. الحين في هالحلقة بس تيد التاميات، بنحاول نكمل باقي المشروع أسرع. يعني فخلونا نحط إيجار. وين الجدار؟ هذا الجدار. Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. بنسوي هني، بنحط بوابة، بوابات بالطريقة هاي، نحط بواب عند هذا الممر، بواب عند هذا الممر، بواب عند هذا الممر. أساس الممرات تكون متناسقة مع منو؟ مع الأمور. أنا غلطت بس حطيت الحمام الله يعزكم هني. شوف الحين بيمشي الدرب لين هناك، بس أوكي أحسن. أسيستو تنظيم، بيمر على شيء في طريقه وبياخذ شيء صح؟ نحن هدفنا الحين ياخذ سندويتشات، ياخذ هالسوالف، لأن الفاسيلتيز عندهم ريج مرة، فول فاسيلتيز. ممكن حطينا مستند خضرة هني بعد، مديان خضرة. ما أعرف هل هذا بيسوي زحمة ولا ما بيسوي زحمة، لكن بعد الزحمة ممكن مصدر الزحمة الأساسي هني اللي هي الباصات الأولية. سياحة هني شوف، بس تدخلوا من مكان مختلفة. زين صبر، أنا سويت ممرات من هذا الشكل، خلينا نسوي ممرات هني على أساس يبين إنه ممر. هذا الباب ليش مسكر؟ خاطر يعني. هل نسوي ممر هني بشكل مكان شوي مرتب؟ ممر هني، ممر هني، هني يبغاله ممر. خلي تشوف شكله. اوكي يمشي، يمشي الممر، لان سويت الرصاصي وراه ممرات، مش كل شيء ممر ترى. عندنا هني بعد بس قطارات اطول من اكس 3، انا ما شفت الصراحه للحين. يمكن اكس 5 مره واحده، يعني خمس قاروصات ولا خمس مقطورات كانوا مع بعض، وبعدين ما شفت اكثر منهم. بس كعدد نحن قاعدين نخدم فوق ال 250 الحين بشكل يومي، وهذا شوي زايد الارباح مالنا. بس مش ما في الموبايل، لان مثلا هني ابغى زحمه، مش محصل زحمه في هالمكان بالذات. حطيت لوح، حطيت هالسوالف، بس بعد نفس الشيء. حتى حطيت الله يعزك دورات المياه هني، وشو بعد نفس الحال. وعندنا على فكره هني مترو، هذا مترو من تحتي في ناس. انا ما اقول لكم انه ما في زحمه، لكن ممكن استقطاب الزحمه اكثر اذا المكان تركب من البدايه بشكل افضل. بس انا ما اعرف هل هو مرور السنين يخليه افضل. خلينا نشوف الموظفين مالنا. لحظه، انا عندي هني كاملين، كاملين والكامل الله كاملين. اوكي خلينا نسوي هيات حق ميدكس المسعفين. خلى اثنين من الساعة 7 للساعة 3، وانت من الساعة 3 الظهر لين الساعة 11 بالليل، وانت من الساعة 1 للساعة 8، 8 ساعات بنسكر واحد بس. في مسعف في الليل انا مخللنا، وين صار؟ مو مخلي بالمسعف الليل صح؟ خلنا نخلي اخر واحد ساعة 11 بالليل. هذا احتياطا، يمكن في الليل حد يمكن شيء، يمكن حد يطيح. 11 بالليل لساعة 7 الصبح هذا الوحيد. لحظة، في ناس اوف ديوتي بهالوقت. اليوم الثاني بيدوم مباشر صح؟ 1 لين 8 في النص، هذا 6 لين 2. هاي دوم يوم كامل. شو 6 بي ام، 7 8 9 10 11 12 1 بالليل، لين 1
بالليل واحدة بالليل. اوكي 6 بي ام لين واحدة بالليل. بس غريبة ما في حد هنا مداوم. خلنا نشوف هنا يتغير الجدول. لا ما تغير. شوف الجدول فتحت كل الخطارات. بس بعده ما قاعدين اكثر من 3 خطارات ولا 4 خطارات بالوقت الواحد. اتمنى يستوي لهم ابديت. اذا في طريقة الابديت كان وايد زين. بس محتاج ترافيك اكثر. محتاج زحمة اكثر. فتح لنا الحين. بنحطي لهم. عندنا مال الصيانة. بدل الصيانة كامل شغال. خلنا نكمل على الموظفين لحظة. هذا يشل البضائع. ما اعرف شو سالفة يشل البضائع. شو الفائدة منه. هذا منو؟ كونستراكشن وركر. اوريدي عندنا احنا ثلاثة شغال. المفروض يكون في عندي عمالة اكثر. هم شوي مستبخلين في العمالة ترى على فكرة. لو مش مستبخلين في العمالة كان افضل. كان افضل انهم يستبخلون في العمالة. لان الحين اكل الفاسيلتيز عندي اللي ممكن تتخيلونها حاطنها. اوكي. والناس قاعدة تتيع الشبابيك يعني مو مقصرة مسوين زحمة. بالقطارات عندي فل. وما اقول لكم ان مستوى الناس ما قاعد يزيد. لا مستوى الناس قاعد يزيد بس مش بالطريقة المرضية. يعني انا اتصور 1970 القطار بيكون وسيلة نقل اساسية. على ايام 1970 مش كل حد عنده سيارة. كان سيارة شيء صعب يعني المفروض. ما اتصور هذا شكل 1970 اصلا. لكن اتكلم كمدينة اساسية القطار شيء اساسي يعني. والله اتمنى في سيتي سكاي لاين اقدر اسوي مجموعة قطارات بالطريقة هاي سكك تروح مع بعض. بس ما تزبطش لو في سكة قطار بالطريقة هاي بسيتي سكاي لاين كان بيكون صراحة شيء لذيذ والله. انزين انفورميشن عندي زيرو. لحظة انفورميشن عندي زيرو. انفورميشن ستاند. انزين خلينا نحط لهم هاي الانفورميشن. لحظة هاي شوف. لا شوف الناس اللي تشتغل دائما افضل من ناس ما في ناس. لحظة حط انفورميشن هني. نحط انفورميشن هني. نحط لها انفورميشن. ما عندي فلوس. ما عندي فلوس ولا عندي فلوس بس موجودة. نحط لها انفورميشن في الوسط. خلنا نشوف ايش وضع الانفورميشن. نجمتين بس. بس ولا هذا زين. انفورميشن بوينت بنحطي بعد. بوينت زاوية الخطر. زاوية الخطر. Attention please. This is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify station personnel. أساس الناس تعرف من رايحة من رد. أوكي. هني نحط information stand. شخبر information الحين. ثلاثة نجوم. كلين. عندي تعبان الوضع. بس ما أقدر أوظف موظفين أكثر الصراحة. عندي اللي يكون المانجر. فل. احنا بقى انفورميشن زياده الحين لان المعلومات هاي شكلها تلعب دور كبير في. خلينا نشوف اي استوى لها ريست. لحظه ما يانا مجموعه قطارات كبيره للاسف. نبقى مجموعه قطارات اكبر نحن. زين خلينا نشتغل على انفورميشن. زين انفورميشن ديسكس. كل مكان لازم يحصلون انفورميشن. المكان التهني بالذات يعني مطاعم اذا بيروحون اي مكان يسوون اي شيء يمكن يبون يسافرون يمكن الموظف يشتغل هني. خلنا نشوف موضوع الانفورميشن. زين حتى تحط اوبجكتس شوي ارخص في المدى الطويل. Attention please. وايد ارخص. ايوه انفورميشن هني عند هذا القطار. نبقى انفورميشن يمكن في نص الدرب هني. انفورميشن معلومات نعطيهم زيادة. انفورميشن هني. انفورميشن هني. هني يمكن يقعدون ما يعرفون متى القطار رايح متى راجع. حنحط انفورميشن والبورد اللوحة لان هاي البعاد وايد بعاد لدرجة لا يمكن من بيلحقون يشوفون اللوحة. خلنا نحط لهم لوحة هني. الحين طبعا لوحة الكترونية هاي بطبشورة اول شيء جديد. انزين اوه وصلنا انفورميشن 4 نجوم. انزين خلينا نحط الفاسيلتي معلومات زيادة. انزين اللي هو الانفورميشن هلا على المدخل هني على المداخل اذا في مكان. ايوه هني على ما عندي فلوس. زين
بس اتصور المفروض يكون قريب الخمسة نجوم. اذا الحين عندهم كل شيء خمس نجوم، شوفوا الحجم اوكي خمس نجوم، المسارات خمس نجوم، المعلومات خمس نجوم، الراحة خمس نجوم، النظافة خمس نجوم، الترانزيت نفسه اللي هو نقطة التوقف مال القطارات خمس نجوم، وما قاعد يزيد عندي القطار بشكل فعلي يعني بشكل ضخم، مع اني حاط جميع انواع المواصلات. تشوفون هنا عندي بسيت ترانزيت، شوفوا باركن سيارات، باركن احتياجات خاصة، باركن لا اندر جراوند كونكشن من تحت، وعندنا سيتي لينكس هاي لنفس الترام هاي البوسلاك، وعندنا الباصات كلها موجودة، وعندنا بي اي بي باركن، وعندنا مال الدراجات الهوائية، وعندنا مال التاكسي، كل انواع المواصلات موجودة. بس الحين بعد انا اللي عندنا ليش ما مشينا الرنجر؟ خلينا نحط بيوتكس انفورميشن بلس 1 فور انسايد انفورميشن. اه تليفون بعد يعتبر انفورميشن. Attention please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. طارات شغالة عندي. زين خلينا نشوف انفورميشن. خمس نجوم كليننس الحين بينظف، واحد ماسك شفته اخر الليل بينظف لنا. اهم شيء هذا ما يستوي له ريستارت، هذا مستوى ريستارت انا متوهق. الحين انا امشي على النجوم، نجوم كل خمس نجوم حاليا. اوكي امس كم دخلنا؟ بس 58,000 معقوله؟ ها هذا اليوم الحين الرصيد كم عندي؟ 85,000 صرفت 220. اوكي الحين كله خمس نجوم، خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف. اوكي خلي الحلقه شوي طويله، ما عندي مشكله لان عندي 19 يوم اصلا ارجع بالمويه، يمكن بعدين نشوف اذا زدناها شوي. بس اللعبه هاي ما تحتاج كثير بالنسبه لي انا، يعني بالنسبه لي انا ما تحتاج سلسله تكون اطول، لان بعد وايد العب قاعد نلمح احنا على القناه من سيتي سكاي لاين، عندنا تروبيكو 5 لازم نرجع لها. ساعدوني يا اخواني. عندنا فارمنج سيميليتر قاعدين نلعب، عندي ياس العب اوفر كل ووكينج ديد، فشوي انا احس اني ضاغط الموضوع بزياده. انزين كل شيء خمس نجوم، خلنا نشوف. صبر صبر 211 213، يلا زيد 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 نبى 300 400 500، كلها قطارات ما شاء الله العدد. اذا كيف ازيد الجدول نفسه؟ انزين كيف اقدر ازيد عدد الناس؟ تكت سيرز ابديتنج بلس بندنج سيرز. اوكي كل شيء قاعد يشتغل. اوكي مو مشكلة يروحون مانو، يروحون هالاماكن اكثر الناس عندي المويا كل شيء. كم وصلنا؟ ما قاعدين نزيد ترى الدورة الوحدة الى خلنا حتى عصام. انزين في الدورة الوحدة الى لا ما ينفع وضع مش كويس. الحين انا اللي ممكن اسويه هات 40,000 ممكن اسكر هاي، على اساس ان هاي اللي قاعد ياخذون مني كمية من الفلوس ترى. بس اللي ممكن اسوي فلوس يسعد شوف ازيد شوف ازيد خمسة نجوم خبروا خمسة نجوم، والركب ما قاعد يزيدون، والدخل ما قاعد يزيد عن حد معين، اسعار التذاكر ما اشوف انا اسعار التذاكر اني اقدر اعدلها للاسف. يعني هذا هانجر بلادر بلادر يقول حسن الله عبد الله عزيز. Attention please, this is a safety announcement. If you see any unattended luggage, notify the station personnel. Thank you. هل نحضر هنا مثلا زيادة؟ هني واحد مثلا هني عندنا مكان ما عندي 30,000 الحين بيون فلوس ما عليه. Attention please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. خلنا نشوف نحط لهم واحد هنا.
حاطينهم في واحد هني اوردي، في واحد هني قريب المطعم. زين خلنا نشوف الناس شو ناقصنهم. نشوف الناس عن شوف. اوكي اوكي 200 200 زين. اهم شيء هذا ما يستوي الارستاس، لان مرات يسوي ريست يوم يجون باصات ويداد يوم قطارات جديده تي، ولا يتغير لسه القطارات، يتغير لسه اسمه التوقيت ماله. بس شو استفدت هو اظن في مايكرو مانجمنت ما قاعد يسوي. زين خلنا نشوف الحين الناس. اوكي ممتاز مرتاح. هذا مكان جلوس مليون الف كرسي. انا مليون ترليون 19 طن تهني في كراسي. شوف كم كرسي بارات اللي عندك، كلها كراسي، كلها اماكن الناس توقف فيها. خلينا نحط لهم مكان هني فود كارت. خلينا نشوف هل بيمان اللي يدخلون منها تسوي فرق. زين اعطيهم كتر ياكل يعني صاحبه فيها. اعطي لهم شير، عندنا شجر لليوم شجر. اعطي فود ترك ثاني هني في عدالة نفس الموضوع. اعطي عدالة شجرة، نحط عنده كرسي. يلا بيقول بيطلب اكل بيقعد ياكل. يلا ها طلب اكل قاعد اكل هني نفس الحاله. نحط عنده كوفي شوب. Attention please, this is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify a station personnel. Thank you. 5 نجوم في 5 نجوم في 5 نجوم كله 5 نجوم، ولا زال اسرع مستمر بالركاب. بيدفعون اكثر الحين بالطريقه. على فكره يعني الطعم وهذا ياسي يدخلون قريب جدا من التذاكر، يعني حتى يعني شوفوا ولا نص التذاكر قريب مو شويه. بس ما اشوف حد قاعد يشتري. اشترى من نجم. يشترون والله ايه ما اخر الدنيا حق. اوكي يستعملون اللي في كراسي. والله اليوم كرسي ما حد قاعد يقعد على، ما حد يعني ما حد يقعد على الكراسي من كثرها. كراسي اكثر من عدد الزوار يا جماعه الخير. زين تاير دنس يمكن يبون مطعم. والله احنا مطعم ما عندنا مطعم، ولا الناس فيهم بخل ما قاعد يدفعون ولا كيف ترتيب. يعني شوف حاطين لهم اماكن، حتى في اي بيز اللي هني فاضي، ما حد في اي بيز زطوط، ما حد يشتري. والله انهم زطوط. النظافه عندي فيها شغله شوي، بس هاي من الناس نفسهم ترى. يعني شوفوا يرجع من ينظف الجانيتر المنظف يرجع 5 يوم مو قاعد يحاولون ترى، وما قدر اوظف موظفين اكثر. كان 200 200 نظيف. اللعبه ستايلها وايد قديم وبالها شوي اكثر. انا ما اعرف هل هذين بعدين يدخلون ضمن الحسبه. ما اظن هاي بنقدر ناخذهم اصلا. بس كسكه قطارات يعني. هذا قطار مستمر. شوف قطار مستمر. قطار الجيش هذا مستمر. زين بس نفس قطار يعني. يعني يخلص يرجع بعدين. ظالمين حتى في الحسبه. شوف كيف. حتى في الحسبه مضروب. بس بالنسبه لمحطة القطارات هاي الصراحه يعني والله زحمه. Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. مش واحد ولا واحد هني واحد هني. كل مكان احط رقم كل مكان احط رقم. بعد تبون زياده؟ انا ما عندي مشكله يعني، بس اكثر من كذا ايه يعني. خبروني. المهم هاي كانت الحلقة الأخيرة. ممكن يكون في السنين القادمة يتغير الموضوع. أنا ما بطول عليكم حلقة أكثر من كذي. هاي كانت الحلقة الأخيرة. إن شاء الله راح يكون بكرة روبيكا 5. ممكن روبيكا 5 أساس إن نحن نكملها بإذن الله. المهم مشكورين على متابعة الحلقة، مشكورين على اللايكات والسبسكرايب والموجودين وكل واحد زار الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله.